إن شاء الله ما يكون بافيشيا سمع الكلام اللي قلناه. تخيلك يا رب إذا بيكون سمعنا بتكون فشلت كل خطتنا من قبل ما تبدأ. خير شو في رانفير؟ أنا ندمان على شغلات كتير صارت بهذا البيت بسببي، مع أنه ما كان قصدي أني أأذي أي حدا وزعله مني. بما أنه هيك عم بيحكي معنا معناتها ما سمع حديثنا. أنا متضايق. هلأ معقول بسببي أنا سرفاتي تفوت على مشفى الأمراض العقلية؟ وفوق هيك بسبب إهمالي أنا كمان درجة هلأ مفقودة وما لها أثر؟ لا لا يا صهري، لا تلوم حالك، أنت ما دخلك، لأنه الطريقة اللي بتهتم فيها بدورجة أختي ما في حدا بيعملها مع مرته. وكمان بالنسبة لأختي سارفاتي فأنت أبداً ما لك المسؤول عن هذا الشيء اللي صار معه. أخي رانفير، لولاك فعلاً كانت حالة دورجة رح تسوء أكتر. لشو هالحكي يا كاران؟ ما في داعي إله، عم تخجلني. أي رجال متزوج بمكاني رح يعمل لمرته أكتر من اللي أنا عملته. بس نلاقي دورجا أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه بس لحتى تطيب.